السلام عليكم، اهلا مرحبا بكم الزلف اللون. اليوم ديروا بيستي الشورت القماش تقدري تخدمي بالقطيفه ولا بالساتان كيما تحبي. هذا البيستي شورت يجي بالدونتيل. عندي قطعه قماش هنا نطويها على أربعة. ناخذ الجهه المغلقه، نخدم على الجهه المغلقه، ناخذ 8 سنتيمتر. هنا ناخذ 8 سنتيمتر تاع رقبه. بعد ناخذ دوران الصدر. هنا عندي دوران الصدر 25، يعني 100 على 4 عندي 25 سنتيمتر. اذا استخدمتي قماش اللي كره المطاطي ما تديريش بزاف في دوران الصدر. هنا نهبط 13 سنتيمتر في الامام، ندير هذا المثلث. فصلت البيستي اسهل ما يكون، ما فيهاش تعقيدات بزاف. هنا ناخذ دوران الصدر 25 سنتيمتر بدون زيادات. اذا كان القماش مطاطي ما تزيديش في الدوران. هنا من هذه النقطه حتى للصدر نرسم خط، حتى نقطه الصدر نرسم خط ونقطع. بالنسبه للطول ديري اختياري، درت هنا 50 سنتيم في الطول. تجي تخدمي على حساب الطول اللي حبيتي. فصلت البستي سهلة، قلت لكم تقدري تخدميها حتى بقماش القطن القطني. نتمنى ما تنسونيش بالاشتراك واللايك. هنا درت 53 فقط، وفي هنا في الجلال تاخذي 26 إلى 27 سنتيمتر. خذيت 26 سنتيمتر ونربط بين النقط، نجي يجي شوية إيفازي ماشي بزاف، ونقطع هذا الشكل. نقطع بهذه الطريقة. بعد ذلك نركب الدونتيل في هذا في الصدر. كذلك نحتاج إلى قطعتين من قماش نديرو بهم لبروتيل. أما بالنسبة للخلف فإننا سنجري تعديلات، نديرو تعديلات على الخلف. الخلف ما يجيش كما الامام في البستي كما على بالكم. هنا خديت قماش هنايا قديم برك باش نوري لكم. تخدمي بالساتان ويجي شباب ثاني بالساتان ولا بالقاطفه ايضا. فوالا هذه هي. هنا نطلع بزوج الى ثلاثة سنتيمتر. الان هذا هو الامام، نفصل الامام عن الخلف. هذا الامام يبقى كما راهو، اما الخلف فنحيلو الزاوية هذيك تاع، يعني نحيلو هذا المثلث كما على بالكم كامل كيفاش يجي البستي. يعني هنا نحيلو هذا القطعة وندير فيها لاستيك باش يتجمع. تقدري تخدمي بها لاستيك ولا تخليه كيما راهو. اللي ما تعرفش دير القياسات تاخذ على بستي عندها. هنا ندير كفة وبعد نزيدو نديرو لاستيك. هذه هي. وبالنسبة للبروتيل نديرو شريطين، نخيطو شريطين و نركبوهم على الامام والخلف. بالنسبه للشورت الان نديرو فصاله الشورت. هذه هي، شوفوا كيفاش. هنا نديرو زوج قطع تاع قماش فيهم طول 5 يعني 35 من 30 ل 35. هنا نديرو فصاله السروال، نخليو هنا القطعة اللي تبقات لي نخليو فيها زوج سنتيمتر تاع لاستيك، نهبطو ب 28 سنتيمتر
تاع هنايا تاع الحوض، بقالي شويه فقط من القماش، برك نموذج باش نوري لكم. هنا في الخصر خديت 25 ونهبط حردت هنايا بالحرده هذه تاع ليونش، نخرج يعني نفس فصالة السروال الشرط، هي نفس فصالة السروال انما ديرو قصير فقط. الحين ان شاء الله نديرو فصالة السروال في القناة بالتفصيل ونقطعو الشرط. دائما في السروال حردة الامام والخلف ما تجيوش كيف كيف، الامام يجي داخل يعني صافي، نقصوا في حردة الامام، نقصوا 3 سنتيمتر هنا باش يجينا قصير يعني الشرط. هذا هي فقط ناخذ هكذا، اللي عندها شرط تفصل عليه. فوالا الان نديروا التعديلات اللي مولفين، نجيوها كيما السروال، ندخلوا ب2 سنتيمتر في الحردة الامامية وفي الحردة وفي الامام ثاني نهبطه ب2 سنتيمتر والى 3، لانه دايما في جهة الخصر الامام يجي نازل على الخلف. القياسات تاخذيهم على روحك يعني على نفسك، يعني كيفاش انتي تلبسي. هذا القياس اللي ديته لكم الام، قياس الام والاس. الان بالنسبة للخياطة نبداو نخيطو لابروتان دونتيل على الصدر تاع لوبستيي. الدونتيل اللي عندك كاين رقيق وكاين الالاستيكي، انا عندي هذا يا استغليتو. هنا نديرو بالتركيب بهذا الشكل، كي نوصلو للزوايا لازم نديرو طيات. قبل ذلك لازم نديرو طية هنايا، لازم نديرو طية نديرو ثنية يعني باش تتخبلنا كامل الخياطات، يعني ما نذكروش باللي لازم لي سيرجي في آلة سيرجي لازم في خياطة الملابس الداخلية، لكن اللي ما عندهاش معليش ما تلقاش سبة ما تخدمش. هكذا يا نكمل تركيب الجالون، وكي نوصل للزوايا نطوي نثني. هنا نطوي ونثنيو الجالون يعني نثنيو الدونتيل ونثبت الخياطة. هذه هي الطريقة حبيباتي. هنا راني سرعت لكم الفيديو باش ما يجيش بزاف طويل. نثبت كامل الدونتيل، شفتوا كيفاش جا النوار سور بلون شباب بزاف يعني ابيض والاسود. هنايا نثبت كامل الدونتيل ان شاء الله ما تنسونيش بالدعم حبيباتي، وشكرا كامل على التعليقات الجميله اللي تخلوها لي. نتمنى توصلكم القناة وتستفادوا من القناة ان شاء الله. برك ما تنسونيش باللايك وتفعيل زر الجرس للناس اللي مازال ما اشتركوش. فوالا نكمل كامل تركيب الدونتيل من الفوق، ثاني نزيد نثبتو بالخياطة من الجهة الاخرى لانه هذا الدونتيل جاي عريض، لازم نثبتو هنايا ثانيك. تقدري تستخدمي لو بوين زيكزاك. بالنسبة للون لازم اللون تاع الدونتيل يكون من الفوق، وبالنسبة للكانات خدمي اللون تاع القماش نورمال. بالنسبة للأخت اللي طلبت عليا ندير لها مشاريع اكسسوارات المطبخ، ان شاء الله راهم جايين في الطريق، ان شاء الله نديروا مشاريع بالنسبه لتحضيرات رمضان.
فوالا. الان بالنسبه للبروتال هذو خلاص هذه هي النتيجه الاوليه. بعد ما نحدوه يجينا شباب هنا في الوسط هنا بالنسبه للخلف نديروا الثنيه من الفوق ثنيه ومن بعد نركبوا لاستيك. انا ركبت لاستيك للخلف باش يتجمع. هنا ركبت لاستيك للخلف عند تركيب لاستيك. طبعا لازم نجبدو شويه باش يجينا مكمش التكميشه اللي تحبوها يعني في البلاستيك. ونستخدمو لو بوين زيكزاك احسن هنايا. بعد ما ركبت لاستيك الان نجي خدمت دي بروتيل هكذا شغل دي سنتور هكذايا نركبهم من هذا الجهه ونركب الخلف معاهم. هنا من الامام نركبهم هنايا وفي الخلف نربطوا الامام بالخلف يعني هنايا في شوفي وين يجيوا هنايا شوفي كيفاش. بعد ذلك نركب الجوانب وندير ثنيه من تحت وكملنا البستي. الان هذا هو الشكل تاع البستي. بالنسبه للشورت نديروه نخيطو الحرد نخيطو الحوض يعني ونخليه هنايا لتحت كيما السروال تماما مثل السروال. بعد هذا نركبو الدونتيل في الرجلين يعني في الرجلين هنايا نركبو الدونتيل من الجهتين هنا راني نركب الدونتيل بالنسبه للشورت. كما راكم تشوفوا درت خيط الابيض نزيد نركب من الجهة الأخرى ونثبت من الجهة الثانية نحي الخيوط الزايدين. وهذه هي. بعد ذلك نغلقو كما نديرو في السروال نغلقو الجوانب فوالا. نزيدو الرجل الثانية نديرو لها لا ميم شوز. وهذه هي النتيجة. بعد ذلك نديرو تركيب هنا نغلقو الحردة هذه ثم نديرو جهة لاستيك نخيطو هنا نخيطو جهة لاستيك. وهذه هي النتيجة. نتمنى تعجبكم ومتنساونيش باللايك والاشتراك وشكرا.